الصورة التي خلفنا ساحة الكتيبة وبجوارها مفترق أنصار، ومن ثم بعدها مفترق أبو مازن. هذه المنطقة التي كانت مسرحا لعمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى اللحظة لم تتوقف آليات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في هذه المنطقة. في أخبرنا المواطنون في هذه المنطقة بوجود شهيد منذ 3 أيام على نهاية هذا الشارع، وفي الجهة الغربية تم استهداف 3 مواطنين أيضا وتم استشهادهم. حتى اللحظة تتواجد جثثهم في الشارع، لم يسمح لأحد بالوصول إلى هذه المنطقة لإحضار جثامينهم. حتى اللحظة لا تزال الاشتباكات وإطلاق القذائف مستمر في هذه المنطقة. طبعا كما نشاهد، هذه أكثر نقطة نستطيع التقدم إليها في هذه المنطقة. يخبرنا المواطنون أنه إذا تقدمتم أكثر يتم استهدافكم من قبل قناصة قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في هذا المكان. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد انسحبت منذ أكثر من أسبوع إلى محيط مفترق 17، وأعادت تقدمها قبل 3 أيام إلى منطقة الشاليهات ومنطقة مبنى اللجنة القطرية ودوار أبو مازن ومنطقة تل الهواء، وكانت قد استهدفت جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية، هاتين الجامعتين اللتين تأويان عدد كبير جدا من النازحين. تسبب هذا الاستهداف بخروج جميع النازحين من هاتين الجامعتين. هذا هو المشهد حتى اللحظة في منطقة غرب غزة وفي محيط ساحة الكتيبة ومحيط مفترق أنصار. إطلاق نار كثيف جدا الآن، إطلاق نار كثيف جدا. واشتباكات عنيفة جدا تدور في هذه المنطقة الآن. الآن يبدو أن هناك اشتباكات بين المواطنين والاحتلال التي تحاول التقدم في هذه المنطقة. سوف نخرج من هذه المنطقة بسبب خطورة الوضع، سوف نخرج من هذه المنطقة. هذا هو المشهد حتى اللحظة من غرب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة لم تتوقف منذ صباح اليوم. سوف ننسحب قليلا. المشهد المستمر منذ أكثر من ساعة تقريبا، اشتباكات عنيفة جدا في محيط مفترق السرايا، محيط مفترق أنصار ومحيط مفترق أبو مازن. اشتباكات عنيفة جدا تدور الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وآلياته المتوغلة في منطقة غرب غزة. لم تتوقف القذائف، لم تتوقف أصوات الانفجارات، لم تتوقف أصوات الطلقات النارية منذ أكثر من ساعة من الآن. هذه أكثر نقطة نستطيع الوصول إليها، استهدافات متواصلة واشتباكات متواصلة منذ أكثر من ساعة. أصوات الآليات الآن تتقدم باتجاه مفترق أنصار، والاشتباكات لم تتوقف حتى اللحظة. نقلنا لكم الصورة من أقرب نقطة لهذه الاشتباكات. اشتباكات عنيفة جدا تدور بين المقاومة الفلسطينية كما نستمع وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في هذه المنطقة. هذه صورة المشهد ننقلها لكم من الميدان مباشرة.